مهمومة هاي الليلة الروح ما تدري لا وين تروح مهمومة هاي الليلة الروح ما تدري لا وين تروح محتارة قبر الرضا قبر الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا. صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا. صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا. أحبائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا باستشهاد سيدنا ومولانا المولى أنيس النفوس علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتشرف اليوم أيها الكرام أن أكون في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من هذه المدينة المقدسة، مدينة مشهد، وتحديدا في حيدرية النجف الأشرف. هذه الحسينية المباركة حقيقة لأهالي النجف المقيمين في مشهد المقدسة. هناك الكثير والكثير من زوار الإمام الرضا ممن شرفنا اليوم في هذه الحسينية المباركة اللي جايين من النجف الأشرف ومن مدن أخرى. ابقوا معنا أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية الخاصة من مدينة مشهد المقدسة. ما تدري لا وين تروح كظيمي وروح مذهولة على حالي العشرة يتألم. هذا النص هاتي كظيمي وروح مذهولة على حالي العشرة يتألم. مرة على الرضا ومرة على أبو الآية أكبر تشيل الهم. واحد بارض مشهد ما أي واحد بارض مشهد ما مسمومين غدار بيسم. واحد جسم بارض الطف أي غسله نجيع الدم. هذا الغريب المسموم وهذا الذبيح المظلوم يا حسين. هذا الغريب المسموم وهذا الذبيح المظلوم وانحفر متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية الخاصة من مدينة مشهد المقدسة وحيدرية النجف الأشرف. معنا أيضا أحد خدام الإمام الحسين في هذا المطبخ المبارك لهذه الحسينية المباركة. السلام عليكم، عظم الله أجركم ورحمة الله. الحمد لله، شكرا لله. أهلا مرحبا، يا أهلا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله، شرف عظيم أنه تخدمون زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في شهادة الإمام الرضا. حضرتك كمسؤول هذا المطبخ المبارك أو كبير الطباخين في المطبخ، شنو الترتيبات والتحضيرات لزوار الإمام الرضا؟ الحمد لله، زوار إمامهم ما شاء الله قاعد يجون كل سنة وإحنا نخدمهم، نفتخر بهالخدمة هاي. يقول دول قاعد يجون وخدمتهم، وهاي الحمد لله طبخنا شيتنا كلهم ما يعني نقبلهم صفر. هم 28 نفر جايين، احنا 50-60 ياهو يجي من برا يقعد على الصفر يا ابو الحج، ماكو واحد يقول له قوم يوم ابد. اي والله الحمد لله رب العالمين. ايه الحمد لله، بل هاي النعمه، هاي النعمه هو من الامام الرضا. الله الله شايف، حتى امس واحد اجى قال لي عمي انا قاعد على الصفر اكل، ما يخالك تعم شو مالتنا هاي صفره الامام الرضا مو مالتنا. اهلا وسهلا بك، سلام الله وسلام. طابخين اليوم عمي؟ سبزي قال لي طابخين تقريبا 200 كيلو، 200 كيلو يعني يصير 1500 نفر تقريبا.
بلي. فالقاعة شوف ايش قد يصير، الباقي ما تناخذه شو اسمه كله نوزعه برا. كم شخص يساعدك بالطبخ هنا من خدام الحسين خدام الإمام الرضا؟ خدامنا تقريبا 25-30 خدمة عندنا، كلهم أماد أهل سوق، يعني مو شغلتهم، بس يجون يفتخرون بأن يشتغلون. هذا الله شاف، بس افتخار، كل افتخار، يعني فلوس ماكو أصلا. الحمد لله رب. حجينا أنت كم سنة صار لك في هذه الحسينية على هالشغلة هاي؟ تقريباً إحنا الآن 27 سنة تقريباً، هاي 27 سنة هاي حسيني، من يوم الذي إجينا الله شاهد كل طبخنا ولا نقص أبد 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 لبركة أهل البيت، يعني كل ما نطبخ نزود، هاي نطي ما شاء الله نزود وش اسمه. الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله. وفقتوا بالزيارة إلى كربلاء هالسنة ولا؟ والله السنة لها رجلها الشكل جانب بعد ما توفقت ان شاء الله. الله الله السنه القادمه ويا زوار ابو السجاد ان شاء الله. ان شاء الله هذا شرف عظيم لكم ايضا انه تخدمون زوار الامام الرضا عليه افضل الصلاه. نعمه من الله حج، احنا كل السنه عندنا زوار حجي، مو بس هذول، كل السنه ما شاء الله، من طهران يجون، من قم يجون، شهر رجب يجون، شهاده الامام الصادق يجون من طهران، هالفضل كلهم يجون حجي وقائمين على الخدمه الحمد لله، ونفتخر امات الحمد لله رب. شنو الوجبات الاساسيه اللي دائما تطبخونها؟ شنو يعني هو سبزي قيمه ايرانيه بحساب لبه، قيمه علاتشيه، فاصوليه مثلا عندنا بالليه، هالوجبات قيمه النجفيه اللي علوتشيها ان شاء الله، باكر الظهر قيمه نجفيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظكم، الله يدينكم، الله بخدمتكم. يعودنا ويعودكم، انا شرفت بلقائك العام الماضي، جيت وشرفت بلقائكم، وهالشيبة المباركة هذه تنطينا عزم لخدمة سيد الشهداء وخدمة زوار الإمام الرضا. الله حجي نعمة، الله يوفقنا إن شاء الله ويحسن عاقبتنا، ونريد الثبات إن شاء الله، ثبات ثبات إن شاء الله على محبة الحسين، خدمة الحسين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية الخاصة من مدينة مشهد المقدسة. حسيني حسيني محترم ما تدري ما تدري لا وينك، اي الحديث يقول مني تزور حسيني وتقصدي القبر، الحديث يقول مني تزور احسيني وتيق صدي القبر، احسيني وتيق صدي القبر، إلك يكتب إلهي الكون ألف حجة وألف عمر، ألف حجة ألف سلمين دمنا حرق، تغسل مين دمنا حرق، انذبح جنبين نهار عطشان، انذبح جنبين نهار عطشان، ومين ما اشرب قطرة يا حسين، ومن ما اشرب اجالت على ضلوع الخيوة. نعم احبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية بمناسبة وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن وإياكم بقرب جنة الإمام الرضا في مشهد المقدسة. السلام عليكم سماح الشيخ، عظم الله أجوركم. أجوركم بارك الله فيكم. عنين عن التعريف سماح الشيخ صالح الفرحاني، العام الماضي شرفنا أنه نكون في خدمتكم من خلال هذه الشاشة المباركة، الله يحفظكم سماح الشيخ بارك الله بكم. بداية كلمة عزاء تحبون تقدمونها للعالم الإسلامي عبر هذه الشاشة المباركة؟ لكم وللأمة الإسلامية ولكل محبي آل رسول الله أينما وجدوا،
بمختلف لغاتهم أعزيهم بارتحال واستشهاد ووفاة سيد الأكوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسبطه الإمام الحسن الزكي عليه السلام والإمام الحج على الخلق وعلى العباد والشفيع في يوم المعاد ابن موسى ووالد الجواد علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهم أجمعين. نسأل الله كما أننا في الدنيا معهم أن لا يحرمنا منهم في الآخرة ويجعلنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفاة أو استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو بالأحرى استشهاد الرسول الأكرم، هذه عقيدتنا سماحة الشيخ. ما هو الهدف من إقامة العزاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال جدا وجيه وخطير والإجابة عليه أخطر، لكن إحنا يقولون الصراخ على قدر الألم. إحنا متألمين على استشهاد رسول الله، وليش أمة الإسلام أخفت هذا المعنى على أبنائها؟ ليش ما يقولون للمسلمين أن النبي قتل؟ لأنه إذا قالوا قتل يستلزم عليهم أن يبينون حقيقة من قتله، لأن النبي أكثر من مرة حاولوا اغتياله. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، مرات هموا بما لم ينالوا. ترى هذه مو اليهود ولا المشركين والكفار ولا أعداء دولة الإسلام من الفرس والروم، وإنما هم المسلمون أنفسهم. أرادوا قتل رسول الله أكثر من مرة، وبالأخير أيضا قتل رسول الله، لكن بعد أن أتم الرسالة. هم أرادوا قبل أن تتم الرسالة ينفذوا عملية الاغتيال، ولكن نحن أيضا بكاؤنا وحزننا على رسول الله، لأن النبي يتألم، النبي يتأذى، وقوله مفعوله سار إلى يومنا هذا، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فالنبي يؤذى في أهل بيته، يؤذى في والديه، يؤذى في شخصيته. أمة الإسلام أمة المليار، طبعا هم اللي يفتخرون بالمليار، وما أدري أي مليار هذا الذي يقول بكفر والدي رسول الله. نعم يفتخرون بهذا، أن وين أبوي؟ قال للنبي واحد سأل النبي وين أبوي، فقال له أبوي وأبوك بالنار، هكذا يقولون. فنحن نبكي على رسول الله لأن النبي مظلوم والله، ولو كان الذي ظلمه غير المسلمين لما همنا الظلم، ولكن يهمنا أنه الأمة تترضى على من أساء إلى رسول الله وقال عن نبينا يهجر. الأمة تقول عن نبينا ما ليس فيه من الإساءات، ويجمعون على ذلك لأنه مثلا ورد في البخاري أو مسلم. حقيقة هذا الذي يبكينا، فمجالسنا التي نقيمها أولا ليعزي أنفسنا بارتحاله، ثانيا لنبين الحقائق التي أخفوها المسلمين على أبناء الإسلام لكي لا ينخدعوا أبناءنا، ونبين لهم أن النبي هو الهالة القدسية الحقيقية التي مهما تكلمنا عنها لن نصل إلى حقيقة معناه، وليس كما يقول المسلمين أنه يخطأ ويصيب غيره، يتعلم من اليهود. وتلك الإساءات التي لو راجعت أعداء التشيع أو الإسلام أصلي بارك الله فيكم، وهو التشيع هو الإسلام الحقيقي، أعداء الإسلام مثلا في مصر أكو فد فضائية يطلع عالم من علماء أعداء الإسلام، ما تلقى قدام الطاولة مالته كتاب شيعي. والله يا شريف، لأنه يستشهد بأقوال احنا ما نقول بهذا. خل أقول لك، خاف الآن واحد يسمعني يقول أتكم إذا وجد في عندنا في كتبنا من الغث والسمين، احنا لو تجمع الناس على هذا الغث للإساءة في رسول الله نضربه عرض الجدار بعش تريد، حتى وإن صححه العلماء. فإنك أنت يا المسلم تجي على اللي صححه العلماء لأنه يسيء إلى رسول الله تتنازل عنه. فهذا الهدف من إقامة مآتمنا على رسول الله، لأن نبين شخصية المصطفى التي أرادها الله. ما في هذا العالم من السماوات والأرض ملائكة إنس جن عفاريت من كل ما خلق الله من الجماد والنبات
ماكو واحد يفوق شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا رحمة للعالمين الخالي من العيوب ومن الشوائب ومن النقصان، وهو الإنسان المتكامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ راح ترتقون المنبر، لا تنسونا من الدعاء، والمشاهدين الكرام الكل محتاجين دعائكم بجنب الإمام الرضا. أسلم، الله يرضى عليكم، نسأل الله أن لا يحرمنا من استجابة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والسلام عليكم وعلى الأخوة المشاهدين والأخوات الخفرات المخدرات ورحمة الله. علم والآية كبار تشيل الهم، واحد بارض مشهد. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية المسجلة من مدينة مشهد المقدسة وحيدرية النجف الأشرف. معنا أيضا أحد خدام زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، العم الحاج أبو كرار. حياك الله عمك. الله مولاي، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة، استشهاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله والإمام الحسن المجتبى والإمام الرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أعاكم الله. على التوالي نشرف نكون في خدمتكم أهالي النجف الأشرف المقيمين في مدينة مشهد المقدسة، زوار الإمام الرضا، وخدمة زوار الإمام الرضا شرف عظيم طبعا، لا يقل شرف وشأن عن زوار الإمام الحسين إن شاء الله. شلون تشوفون هذا العام زوار الإمام الرضا وحركة الزائرين وتجمهر الزوار في مشهد؟ الحمد لله رب العالمين، هذه السنة تختلف عن العام الماضي. العام الماضي كأنما مشهد كانت مغلقة بسبب الجائحة، وهذا اليوم نرى المواكب والزوار على قدم وساق، والمضايف منصوبة الحمد لله. هذه كلها من بركات زيارة الإمام الحسين، من اختلاط الشعبين الإيراني والعراقي في حب الحسين وتفانيهم بالعطاء والبذل في سبيل الله وفي سبيل زوار أبي عبد الله والإمام الرضا عليه السلام. والإمام الرضا هو الذي يوصي شيعته: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي الحسين عليه السلام، وأنت عندك التفاصيل. الله يطول عمركم إن شاء الله حبيب. جايينكم ضيوف من النجف؟ بلي، ولا كل سنة يجونك العادة، فهالسنة إجوا عدد قليل شوية، بس الحمد لله رب العالمين يجونا كل سنة من السقوط لحد الآن، بس العام الماضي انقطعوا بسبب الجائحة كما أسلفت. والحمد لله رب العالمين، الباب مفتوح لجميع زوار الإمام الرضا، والحسينية تقدم خدماتها في برنامج الصلاة الظهر والعصر وبرنامج المغرب والعشاء، 60 يوم مجلس منعقد ومن غير أيام الأسبوع اللي موجودة في الحسينية. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتقبل، وهذه بجهود هذول الثلة الطيبة الله يرحمهم الذين سعوا في بناء وفي شراء هذا المكان المقدس، إن شاء الله يبقى إلى قيام مولانا ومنقذنا الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله. الله راح تطلعون موكب اليوم إلى الحرم الرضوي إن شاء الله، شنو تفاصيل الموكب وش قد عمره هذا الموكب؟ الموكب عمره من 1971 ميلادي، 1350 إيراني، في جميع المواسم يعني الوفيات يخرج الموكب معزيا الإمام الرضا عليه السلام باستشهاد الأئمة عليه السلام. وهذا اليوم يوم استشهاد الرسول العظيم، وهو يوم عظيم على الزهراء وعلى آل البيت، ومن هذا اليوم يبدأ الهجوم، يوم العالمي للإرهاب نسميه، شو نسميه، تبدأ المحنة وتبدأ مصائب الزهراء وآل البيت من هذا اليوم. ويخرج الموكب معزيا الإمام الرضا عليه السلام بهذه الذكرى الأليمة، بذكرى استشهاد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. ما شاء الله أشوف هواي كوادر جاي تشتغل بهذه الحيدرية أو الحسينية المباركة، شنو الرسالة اللي توجهها لهم حضرتك كمسؤول وخادم من خدام الحسين في هذه الحسينية في نهاية أيام الخدمة؟ بعد ما بقى شيء إن شاء الله، ويعني إلى استشهاد الإمام الحسن العسكري، شنو الرسالة اللي توجهها؟ أنا أخذ من عندهم الرسالة، أنا أصغر واحد بهذا المكان وخادم لتراب عالهم الخدام، خدام يشتغلون بكل إخلاص وتفاني في سبيل أن يقدمون خدمة لأهل البيت عليهم السلام، فأنا أقبل أقدامهم
وبدون تكبر وبدون خان التعبير الآن، بدون أي شيء، أقبل أقدامهم وأفتخر أن أكون أصغر خادم وخادم لتراب أقدام خدام الحسين، وهذا شرف عظيم لي. الله. كلمة أخيرة تحب تقولها؟ الكلمة لكم مولاي، نشكركم، نشكر قناة المهدي على هذه التغطية للسنة الثانية، ونتمنى لكم التوفيق والمزيد من الإخلاص في العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في عمل في العمل، وأن يتقبل هذا، وأن تتقبل مولاتي وسيدتي ومولاتي سيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة، نقول لها هذه بضاعتنا المزجات، والأمر إليكم مولاتي، نعزيك بفقد أبيك في هذا اليوم، ونعزيك بفقد ولدك الحسين والحسن والإمام الرضا، ونسأل الله أن يعجل بفرج مولانا ومنقذنا، وأن نكون تحت لوائه والمستشهدين في ركابه إن شاء الله. الله عكم الله مكرر. طيب الله أنفاسك في دوره لك، أشكرك، الله يسلمكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم، وهذه التغطية من حيدرية النجف الأشرف في مدينة مشهد المقدسة. إلهي الكون ألف حجة وألف عمر ألف حجة ألف هذا ابني ودي علي تغسل مين دمنا حرق تغسل مين. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم، وحيدرية النجف الأشرف في مدينة مشهد المقدسة، وزوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام اللي مشرفينا من النجف الأشرف، الرادود الحسيني العم العزيز الملا ماجد أبو هيمة، حياك الله ملا وعظم الله أجرك. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام في هذه المناسبة الأليمة، وهي وفاة أو استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإحنا جينا من مدينة النجف، هاي إن ما يقارب 18 سنة من بداية السقوط ولحد الآن، فإحنا إن شاء الله مستمرين نقيم هنا مأتم للرسول صلى الله عليه وآله، ثم للإمام الحسن عليه السلام، ثم للإمام الرضا عليه السلام، وبعدين من يخلص شهر صفر يجي ربيع أول بدايته نقرأ للمحسن عليه السلام، وإن الجية الأولى طلعنا عزب معصومة هاي الجمعة الفاتت، وعز النجف بمشاركة موكب النجف من أهالي قم المقدسة، والسيد عدنان الحكيم الله يطيل عمره هو اللي حقيقة وقفنا وطلعنا السماعات، الله يطيل عمره وكل اللي ساهم هنا وخلى إيد العون معه، موكب النجف الأشرف هو موفق إن شاء الله، ولا سيما قناة المهدي المباركة اللي هي دائما سباقة لهيك مواقف طيبة، وإن بعد روحة إن شاء الله باكر الأربعاء نطلع الميامين نقرأ هناك، نطلع عزة ليحيى ابن زيد الشهيد، وإن شاء الله مقبولة، إن شاء الله مقبولة، يتقبل أعمالنا وإياكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أقدمكم مغاتبة على الطيب. أنتم النجفين الله يحفظكم ويرعاكم، ما تقولون الرادود ملا، تقولون الشيخ، فأنت إن شاء الله شيخ، لا إن شاء الله، وهنيئا لك على هالخدمة هذه، فدو أروح لك، بارك الله بك. سلام الله عليه، التراث النجفي. تذكرتني بالسيد محمود الشهرودي قدس الله سره، بعض المؤمنين إجوا قالوا له راح نتهجر من النجف إلى مشهد أو إلى معصومة حقيقة، هذا الخبر مؤلم، فهو خلى قلبهم على اطمئنان، قال لهم أنتم مو خسرانين، أنتم رايحين طالعين من علي إلى علي،
يقصد شنو يعني؟ يقصد من علي بن أبي طالب إلى علي بن موسى الرضا، وهاي كرامة كبيرة يعني حقيقة. حتى إحنا من نجي لهنا دورات أنا ما سمع هذا الخبر، لكن الله يطيل عافية حج حيدر أمس ذكره وجماعة هنا هم ذكروه، فقالوا هذا الموقف. كان إحنا سنة من السنين إجينا بالمستهلات نطب نقول جايين إحنا من النجف، جايين من النجف لأهل النجف، لأن هاي الحسينية هي للنجف، وإحنا جايين منين؟ من النجف. فصارت حجي السالفة اللي أمز ذكروا لي إياها هنا بهاي الحسينية المباركة، القصة اللي ذكرت لك إياها مع آية الله قدس الله سره السيد محمود الشهرودي الله يوفقكم، والحكي كثير ميت تسع أبدا، كأنما شتري التحكي أنت بعدك نقطة بحر على كرامات أهل البيت، على مواقفهم اتجاه خدام الحسين، فكرامات هواية كثيرة وبخدمة الله بكم أهل النجف وتراث أهل النجف اللي متمسكين به لحد الآن، قصائد القعدية والنزلات النجفية القديمة اللي موجودة لحد الآن. الملة الله يحفظه ملة ماجد، شنو الشيء اللي متمسك به في المنبر الحسيني؟ طبعا هي القعدة يوصونا بها آبائنا وأجدادنا. طبعا أنا والدي يعني من خدام الحسين، من مواليد 1901 ميلادية، معاصر إلى شيخ إبراهيم أبو شباع ومعاصر إلى المرحوم عبود غفلة، وعدهم بعض المساجلات، وأنا قلت لك راح أذكر لك المساجلة اللي صارت بينه وبين عبود غفلة وبين المرحوم كاظم دجة الكوفي اللي بدأ بالمساجلة هو. خو هذا ما معروف حتى بالكوفة، قل لهم كاظم دجة لكم شعر إلى، قالوا ما معروف هذا الرجل، هو قديم شنو ما معروف؟ عرفت الشعر ماله وين؟ شعر ماله قوي، شهد بيه عبود غفلة، سمعوا القصيدة قالوا له شنو رأيك بهذا النفس؟ قصيدة شنو هي؟ كانت الهجرية، قصيدة الوزن الهجري والقافية العينية اللي هي يقول بيها يا كتيل المفجع الكون، يا كتيل المفجع الكون والأفلاك السبع، يا كتيل المفجع الكون والأفلاك السبع، إلك بسويد القلب نار وعبرات الدمع. يقول القصيدة بدايتها حقيقة يعني أول مرة ينطيه شيء ما معناه، يقول البيت الأول هذا متخون الذاكرة، يا صريع دموع الأسلام العالخد ساكبه، محنتك يا حسين هانت كل مصيبة ونايبة، قابلتها بصبر أيوب وحلمك والإبة، وقلبك من الصبر منسوج يا ابو اليمة درع، انتصل بالصبر بيها وهاي بد ما هزتك، يا حسين وبلوة أيوب عشر من بلوتك، ولا مصايب آل يعقوب تجاد مصيبتك، حيث ما شاهد جنينة بسهم نحر من قطع، نعم يوسف غاب عنه وظل فلا عيش يهنه، بيضت من البك عيونه والظهر من انحنه، من بعدها شاف يوسف فوق عرش السلطنة، وانت شفت ابنك الأكبر داير عليها الفزع، وانت شفت ابنك الأكبر داير عليها الفزع. إلى أن القصيدة هي طويلة، بس أنا أقرأ لك فتشم بيت بعد من عدها، خاطر اسمع شهادة عبود غفلة في حق هذا الرجل. يقول حين أخو يوسف تعنى المصر وبني تسرى، زرق عين الزندخية نحب والمدمع جرى، وانت شفت زنود عباس قطيعة على الثرى وبالعمود الراس نصين ويمك منصرع. بعد شي يقول كاظم دجا الله يرحمه، والمصيبة الرجة الكون يا كبد المصطفى، وقوف زينب بالدواوين يسيرة مكتفة، وين ذيك الساعة عباس يجرد مرهفة وينظر بعين خواته، حايط عليها الجمع مثل ما للأسلمية هاج عزم الأسلمي، ما حصل بالكوفة نغار ولا زينب هاشمي، عافت العباس أخوها فوق نهر العلقمي، ومن عقب عين خواته جر عن الماء ينجرع. أقرأ لك بيت الأخير وسمع شلون بمعنى، يقول يا حسين ومن بعدها صرت مكور للنشب،
عجب ما خسفت الغبرة وطاحت عليها الحجب، لما الدم ينسالم بالطفوف بلاذن بدمك ودم الرضيع البيل عالم من فجع. القصيدة ودوها العبود غفلة وهو ذاك ولد شاب، عبود غفلة ابن 80 سنة بذاك الوقت، ذاك أبو 20 سنة. إيش قال عليه؟ قال هذا عمره 20 سنة ويتكلم هذا الكلام، هذا عمره قصير يا بليش. قال لأنه يتكلم أكثر من طاقته. وفعلا يا أخي فعلا اجوا الكاظم دجة استبطوه، قالوا وين شو ما هو؟ لقوه ناظم قصيدة وميت عليها. هاي قصة الرجل كاظم دجة. فالمساجلة أكمل لك إياها شوية قدر الإمكان ولو ما أريد أطيل عليكم أنا. فهو مستهل كاظم دجة مو يقول يا كتي للمفجع الكون والأفلاك السبع إلك بسويد القلب نار وعبرات الدمع. عبود قال له يا أصول الدين يا من فرعك اليمة التسع ما يجاد مصابك النوح ولا فيض الدمع. قصيدة هاي يعني قرأ لك من عدها فد بيت وانت تعرف معناها. يقول عبود هاي أصول الدين بالكون والفروع الخمس ما سواهن بالعوالم كل فرد منهن شمس، غير ابو السجاد ماجد ما حواهن بالانس، من تفصلهن تجدهن ذات لحسين وطبع. اعترف الرجل خطيه ذاك كاظم دجة رحمه الله عليه، قال هاي قصيدتك يا ابو رضوان. ابو رضوان هو عبود غفله، قال له هاي قصيدتك انتصرت على قصيدتي وموجوده بالديوان كاتبيها قصيده عبود غفله. هذه القصيده الذي انتصرت، هذه القصيدة التي انتصرت على قصيدة المرحوم كاظم دجة. فقصيدة والدي الثلاثية اللي هو الحاج جاسم الكواز أبو هيمة، فحقيقة قصيدة والدي هم من وزن الهجري والقافية العينية. قال بها صار يومك يا ابو اليمة فرع من يوم الضلع، صار يومك يا ابو اليمة فرع من يوم الضلع، يا عمود الدين لكن على الأصل زاد الفرع. هم أقرأ لك كم بيت من عدها. يقول لو أن ما تجسر القوم على الطهر عقب الرسول، أبد ما جسرت أمي عليك يا روح البتول، ولو أن ما يحرقون باب الدار، ولو أن ما يحرقون، لو أن ما يكسرون ظل عمك يبن فحل الفحول، ما ترضى صدرك الخيل يا نور الله ليشع. يعني يجيبها على شهر رمضان، يقول لو ان مصوم انت بالطف يا شبل سيد الانام، ابد ما صامت الوادم سيدي شهر الصيام، ولو ان متحج بالمعارع وضبيت الله الحرام، ابد ما حجت الناس البيت عنا تمتنع. ما اقرا لك كل القصيده لانه العزا راح يطلع، بس اقرا لك اخر بيت هي، ولان هو مصيبه. قال للامام الحسين والدي كفنا قذار الوطيه وغسلك فيض الدمى، وعلم صابك يا ابو السجاد بكت عين السما، سيدي والدنيا عقبك غدت سودة ومظلمة، ووالد الباقر دليل علم صابك من صديع، صار يومك يا ابو اليمة فرع من يوم الضليع، يا عمود الدين لكن على الأصل زاد الفرع. وش أريد أحكي؟ ما أكفي ولا أوفي في حق سيد الشهداء. الله يديمكم. الله طيب الله انفاسك. انا بدي انه برنامج كامل نقعد وياكم ونستفيد من خبرتكم ان شاء الله بالايام القادمه باذن الله تعالى. اشكرك من لماجد وطيب الله انفاسك. والله يعطيك كلامي لان تسالتني على القعده، ذن القصائد اللي قريتهن ثلاثتهن قعده قبل الشيعتي، كان القعده وزن الهجري اللي هي طريقتها بالقعده. خل اقرا لك منها فد مستهل وبيت خاطر، لان هاي احكي لك زمان قبل، هسه صار شيعتي. القعدة تقول صار يومك يا ابو اليمة فارع من يوم الضليع، يا عمود الدين لكن على أصول زاد الفارع. هذا المستهل اللي يردون به الجمهور. البيت شي يقول لوان ما تجسر القوم على الطهر عقب الرسول، أبد ما جسرت أمي عليك يا روحي البتول،
ولا وان ما عيل دار تهجم قوم عبادي الوثين ما عالم خيمك هجمت يا حسين اهلي الفتن ولا وان ما بالصوت ينفذ يعتدي على أموي الحسين ما زجور ورم بصوت امتون زيانة بأواريع ويجاوبون وراء المستهل صار يومك يا أبو اليم. هذا قبل قصيدة القعدة بهالشكل كانت وزن النصار اللي مذيل همة قعدة بالأخير تطورت القعدة صارت شيعتي ومقاصير اللي هو احنا نسميه وزن الحدي وبعدين يجي اللحن المستهل وكان أكثر الألحان اللي يسويها الشهيد المرحوم حسون شيحان وألحانه يطيها العبد الرضا يطيها السيد كاظم القابشي يطيها الوطن فكان هو ينطي ألحان إضافة هو كان يقرأ لأهل الشطرة رحمة الله عليه والله يوفقكم إن شاء الله الله يبارك بكم وإن شاء الله يعودكم لخدمة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السنة الجاية إن شاء الله نشوفكم بشرط الحياة إن شاء الله إن شاء الله بارك الله بكم وأشكر قناة المهدي على هذه الفرصة المباركة حقيقة هاي التغطية مو كل واحد يجي يسويها إلا اللي عد روح حسينية رضوية علوية يا الله يجي ولا أكو بهم ملتهين بغير أشياء مع الأسف مال الدنيا ولكن قناة المهدي إن شاء الله مع الحسين ومع علي ابن موسى الرضا الله يديمكم أبو علي الله يرعاكم غات التقصير خاف طولنا إحنا يرعاكم الله شكرا جزيلا مولاي الحجر راح يطلع معكم دعاء ساكت محتار اي والله يا قبر الرضا اي ما تدري لا صدي القبر الى حيا محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم والمطبخ المبارك لهذه الحسينية حيدرية النجف الاشرف سيدنا مرة ثانية السلام عليكم عظم الله اجركم ورحمة الله أهلا مرحبا بكم قبل لا نطلع شنو قلت لي الخدم اللي قلت لك دول ما شاء الله كلهم كله مفتخر يا حجي فلوس ماكو هنا ابد يفتخر يجي يخدم بس اي والكبير انا يعني بالعموم هذا هم الصغير ان شاء الله على طريق الحسين كلكم ان شاء الله ان شاء الله يثبتنا ان شاء الله سولفت لي خلف الكواليس عن مسؤول الحسينيه السابق الحاج شيخاني اريد اسولف لي قصه وفاته شلون كانت هو وفاته يعني شنو راح الكربلة حتى الاربعينيه اي هسه ذيك السنه بعدين طلعوا عزا النجفية من الحسين طلع العباس من هناك طاح باب الحسين باب العباس باب العباس إيه هناك إيه استشهدوا دفنوهم مات بالنجف هناك ما شاء الله شلون تشيع وهاي هو كانت النوبة إلك إنه أنت تروح لأن أنتم متواعدين سنة أنت وسنة إيه والله نوبة إلي سنة أنا كنت أروح سنة هو بس توسل قال لا بس أنا هالسنة خليني أنا أروح قسمت بعد هناك أكون يتوفى لا الله الله يحفظكم الله شباب شنو محضرين هسه ايش راح تقرون ان شاء الله يلا جاهزين يلا تفضلوا واحنا غير حسين ما عندنا وسيله وذنوب وايشفت هالثجيله وغدا يبدو لنا سد المنيعه فاسكم فالتلبية لسيد الشهداء من الإمام علي بن موسى الرضا إلى كربلاء نسمعها بأصواتكم المباركة بكل همة وعزم بيجي يا حسين
نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وهذه التغطية من حيدرية النجف الأشرف، فابقوا معنا. محتارة ما بين اثنين قبر الرضا قبر الرضا. نعم أحبائي المشاهدين، تشرفنا اليوم أن نكون في خدمة زوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن برعاية وعناية سيدي ومولاي أنيس النفوس السلطان علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله بحق الإمام الرضا بكرامة الإمام الرضا العودة لنا ولكم إن شاء الله سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين. ختاما تقبلوا تحياتين حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.